السلام عليكم. في الفيديو اليوم عمي مسعود مسكين راه يحوس على البنت دياله، خرجت من المنزل، الاسم ديالها شاهيناس، الام تاعها راهي محروقه عليها، الاخوات ديالها راهم غير يحوسوا عليها. من فضلكم لكل من شافها يتصل بالرقم الموضح في الفيديو. انا راني هيا اصبر شوف عمي اتكلم. يا جماعة اللي شاف شاهيناس يرحم الوالدين تاع يتصل بينا، امها راها محروق، انا راني صيي، راني ما نشوفش، راني عمى. اللي بغيت الربح، اللي بغيت الربح، اللي شافها يتصلنا بها. يا شاهيناس بنتي، يا شاهيناس بنتي، يا شاهيناس بنتي، واش خاص بنتي؟ ياك نبغيك الحاجه اللي تقولي عليها نعطيها لك. خوتك راه محوسوا عليك، ندموا، امك راها مريضه، راها باغي تموت، وراها تبكي، راها تضل تبكي. يا بنتي اللي بغيت الربح، اللي بغيت الربح، اللي بغيت الربح، اتصلي بينا، ما يخص بنتي حتى شي، وهضري معايا انا، هضري معايا، ما يخصك حتى شي بنتي، اللي بغيت الربح، امك راها محروم. يا اللي شافها، اللي شافها، اللي شافها، يا رحم الوالدين تاعه، ان شاء الله يكون في الجنه، ان شاء الله اللي شافها. اللي بغيت تروح يتصلنا بها، امها راها تضل تندب وتبات تندب، وراها غارقات. اللي بغيت الربح. ها هو الاب تاع الفتاه المختفيه من قريه وعلا يناشد جميع اللي عنده معلومه او شافها يتصل بها، دوك نديروا الرقم واجره عند الله، ربي فرج. زيد شكرا مع مسعود. وش نقول الحمد لله، الحمد لله بربي، الحمد لله بربي، نشكره يا رب العالمين، نشكره. هذه الشيره هي نشهد لها انسان تركيله، ما حد روحها، ما هكا على ما نعرف ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب العالمين ان شاء الله ترجع. اي بارك الله فيك عم مسعود، حتى بارك الله فيكم ان شاء الله.